في غاية الروعة والجمال والالتزام. طبعا زي ما بيحرسوا المنشآت العامة والخاصة بيحرسوا أيضا معسكرهم الأفراد هذولا. احنا بنشوف في البوابة الرئيسية هنا في تسمى بوابة القيادة بنشوف. السلام عليكم. السلام عليكم. لبيب أحمد سبسب. لبيب أهلا وسهلا. كل سنة. السلام ورحمة الله الكريم. مساء الطلال حمودي. مساء الأخير. السلام عليكم. كل سنة طيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وليدي حسين العيزري. أهلا وسهلا. ويبقى واحد لازم نسلم عليهم فردا فردا. وشو هذا الكلام الحلو؟ اسمك الكريم؟ وحيد البحري. وحيد البحري. وحيد البحري. أنا في مثل هذا الكلام لابد من مهمات بيقوم بها الأفراد هذولا، أفراد الحراسة اللي بيعملوها. طبعا داخل المعسكر احنا كنا في المسابقات اللي شفناها، لو تديني طبيعة عمل الحراسة هنا أو الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر القناة على إتاحة الفرصة. طبعا احنا بالنسبة مكلفين بخدمة المعسكر، يعني حراسة رئيسية. بوابة رئيسية. يختلف حراسة البوابة عن حراسة البوابة الأخرى، مثلا بوابة سفارة، بوابة جسر نفاق، إيش؟ يختلف. إيش؟ غير إنه وجود قيادتكم هنا. لا أقصد أنت كفرد، أنا ما أشتغل. طبعا القائد حقي هنا، لازم أنا أكون منتبه أكثر. بالنسبة للعمل، العمل الأمني هو واجب، يعني كنت في سفارة أنت مكلف بعمل لابد أنك تودي في على أكمل وقت في بوابة معسكر أو في سفارة أو في أي أو في القولة أو في أي مكان. أنواع الحراسة هذه اللي بتعملوها أنتوا إيش؟ إحنا حراسة حراسة بوابات هنا. بوابة معسكر، بوابة المعسكر. الحراسات، أنواع الحراسة. في حراسة السفارات، النقاط الأمنية، القولات. شخصية. حماية الشخصية. هذه أنواع المطارات. المطار بالنسبة لقيادة الأمن المركزي مكلف يعني بعدة مهام. أنا عارف مهام كثيرة. فاحنا المنشآت المؤسسة الحكومية والمنشآت العسكرية والسفارات. ممكن أخذ مقابلة مع الأخوان هذول أشوف طبيعة عملهم. استأذنك أنا فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. الكريم. لبيب أحمد سيف السبعي. لبيب أحمد سيف السبعي. لبيب. يا لبيب كم لك أنت؟ قلنا 3 سنين. سنوات. بتختلف عملك من مكان لآخر؟ أخذنا الدورة أول حاجة، بعدين تحولنا إلى كتيبة أمن الوحدة، ولا نحن في البوابات. إيش المطلوب من اللي يجلس مثلا في موقع زي هذا، في بوابة سفارة، بوابة منشأة عامة، أي موقع مهم، إيش المطلوب منه؟ تأمين البوابة. اليقظة. اليقظة، الحس الأمني. الحس الأمني. السيارات، الأفراد. يدخل فرد اللي بالبطاقة العسكرية. وفي معنا باب تدقيق على الأشياء الخاصة، على الأشياء الفرد، على السيارات، داخل السيارات تفتيش. يختلف عملك أنت. أنا شو هذا واحد، أنت واحد معكم آلي ومعكم يعني إذا ما معكم شتو أجهزة. يختلف عملك عن هذا اللي جالس وراء. ما هو في المدرسة ما كيف حماية على الخدمة هنا في البوابة. أقصد هل هو أكثر تدريب عشان يجلس ويمكن حماية؟ نعم أكثر تدريب. نعم. حرك إلى الأخ. اسمك؟ وحيد البحري. يا بحري ليش أنت جالس غير هذول اللي جالس عندك؟ إحنا الحين متمترسين يعني في كانوا. أنت موقعك يعني أخطر أو أهم من هذول؟ منهم وأهم منهم. تأمن أكثر. ومؤمن يعني الخدمات. أنت تأمن الأفراد هذا وتأمن أيضا المنشأة والمعسكر أيضا. حتى لو في أي سفارة أو موقع هو لازم يحصل المتاريس الأولى، لأنهم الصف الأول أو النسق الأول، بعد كذا يقول عساكر والبوابة، بعد كذا تأتي المنشأة. باقي الأخ هذا لازم نعرف اسمك الكريم. قلت لي العيزري. كم لك؟ لي سنتين. سنتين في هذا البقعة؟ لا لي 3 ساعات. ساعات. أنت لك سنتين في المعسكر؟ نعم نعم. كل سنة وانت طيب. أنا بس حبيت أصافتك لأنه مش معقول لك سنتين بهذا. لا سنتين في المعسكر. تدري إن هذه البقعة كويسة إذا لك سنتين. أنت مرتاح يعني. لا الحمد لله. لا قوة الأمن المركزي لهم حرص خاص ورعاية خاصة على الأفراد احنا بنشوفها، لكنه في منتهى اليقظة والالتزام. احنا كلنا بنلاحظهم في المدن، في الطرقات، في السريعة، في الأشياء الأمنية اللي بتجرى بين المدن، اللي هي الحزام الأمني اللي الأخ الرئيس حفظه الله
قال عليه، وهو فعلا بيأمن هذه الأشياء، الناس بيسافروا وبيرجعوا بكل أمن، وما بيبذلوا جهد مثلهم مثل هؤلاء الأفراد اللي شفناهم اليوم. مهنة الحراسة مهنة رائعة ومهنة كريمة، وإحنا لما بنكرمهم كان إحنا بنكرم كل الأفراد اللي بيحرسوا كل المنشآت سواء الخاصة أو العامة أو الشخصيات أو كذا، وهذا نوع من الوفاء مننا في برنامج معلومات جوز 2010. هي هدية رمزية مقدمة من تريم، تريم عاصمة الثقافة الإسلامية، بنقدمها مبلغ 30,000 ريال للقائد حقهم، هو يوزعها كل سنة وانت طيب يا فندم. شكرا جزيلا، يعني رمزية، انتم تستاهلوا. شكرا، توزعها على الأفراد هذولا ان شاء الله. سلامة الله، سلامة الله. بالتهاني الجميع زفوا زغردوا لك صفقوا لك قالوا لك مبروك.